مخاوف أمنية من انسحاب القوات الأمريكية من الصومال وتنامي نفوذ حركة الشباب التهديد الأكبر. تصاعد الخلافات حول مشروع قانون الموازنة العراقية بين الحكومة ومجلس النواب. تفعيلاً لبنود قمة العلا، مصر تفتح المجال الجوي أمام الطيران القطري ومشروعات اقتصادية مشتركة تبصر النور قريباً. برنامج اليوم مع رؤى ريان ولين البديري. صباح الخير مشاهدينا، مرحبا بكم من دبي في برنامجنا برنامج اليوم. صباح الخير عليك يا رؤى. صباح النور والسرور عليك لين. رؤى، يعني اقترب تاريخ استلام الرئيس المنتخب جو بايدن لمفاتيح البيت الأبيض، ولكن مع هذه المفاتيح هناك العديد من التحديات. فمثلا مع قرار خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق وانسحاب معظم القوات من الصومال، كيف ستكون الاستراتيجية الأمريكية في هذه البلدان وفي الشرق الأوسط؟ وأيضا لين هنتكلم عن المصالحة الخليجية التي تبعتها العديد من التطورات، ومنها استعادة العلاقات المصرية القطرية التي ستبدأ اليوم من أول طائرة قطرية راح تهبط في القاهرة، وأيضا العديد من المشروعات الاقتصادية التي سترى النور. إضافة لذلك سنقف في العراق الذي يناقش موازنة 2021 في ظل عجز اقتصادي ضخم وخلاف حول إقرارها في البرلمان، بل أيضا خلاف بين نواب محافظات يرون أن مدنهم لم تنصف. نبدأ حلقتنا من واشنطن حيث تشهد أروقة السياسة الأمريكية أحداثا غير مسبوقة. ففي حادثة تاريخية صوت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية خلال ولايته الرئاسية، وبهذا ستنقل الاتهامات الموجهة إلى ترامب إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها. رؤى، في جلسة النواب الأخيرة صوت 232 نائبا لصالح قرار العزل، بينهم 10 نواب جمهوريين، بينما صوت 197 نائبا على رفض قرار العزل. ويواجه ترامب اتهامات بالتحريض على العنف بعد اقتحام مؤيديه لمبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، عندما ألقى خطابا يشكك فيه بنتائج الانتخابات التي أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. وفي هذه الأثناء موقع البيت الأبيض نشر كلمة مصورة لترامب أكد فيها إصابته بالصدمة وأيضا الحزن وقت اقتحام الكونغرس، مؤكدا رفضه التام لأعمال العنف، مشددا على ضرورة ومحاسبة كل من شارك في اقتحام الكونغرس. ولكن كلمة ترامب لم تتطرق لقضية عزله وأيضا التصويت عليها. يعني هذا على صعيد جلسة النواب وآخر مستجداتها. يعني ما زلنا نتحدث عن الولايات المتحدة، لكن هذه المرة مع قواتها المنتشرة خارجيا. فمع اقتراب موعد 15 من يناير تتجه الأنظار إلى العراق وأفغانستان وكذلك الصومال، حيث تتزايد المخاوف من الأثر الذي سيخلفه خفض عدد القوات الأمريكية في هذه البلدان. إذن اليوم تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه استراتيجية إدارة جو بايدن في هذه البلدان وفي الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة للحكومة الأمريكية بمراجعة قرارات الانسحاب وأيضا مدى تداعياتها على سياسة واشنطن الخارجية. لن يعيق انسحاب معظم القوات الأمريكية من الصومال مهمة مكافحة حركة الشباب وتنظيم داعش هناك، هذا ما يؤكده البنتاغون، معلنا أن الولايات المتحدة ستواصل بعد 15 من يناير موعد سحب نحو 700 عنصر من الصومال تنفيذ غارات جوية من كينيا وجيبوتي المجاورتين. هذه خطوة مهمة من قبل رئاسة ترامب، وهناك بعض الانتقادات والتحذيرات بأنها تهدد الأمن في المنطقة، ولكن بالتأكيد هذه القوات سيعاد نشرها في أجزاء من إفريقيا وسيتم استخدامها عند الضرورة في عمليات مكافحة الإرهاب وخصوصا محاربة القاعدة. المخاوف من الفراغ الأمني وتداعياته على العملية السياسية في الصومال تنسحب أيضا على أفغانستان والعراق، حيث التزمت إدارة ترامب بتخفيض عدد القوات الأمريكية إلى 2500 في كل من البلدين بحلول 15 من يناير. يبقى أن نرى ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستطبق التخفيض المقترح لعدد القوات في العراق وأفغانستان بالكامل. ليس هناك دلالات واضحة لكيفية تعامل بايدن مع ذلك، وفي الوقت نفسه هو لم يشر إلى أنه سيقرر عكس ذلك، سيكون أساسيا الحفاظ على قوة عسكرية ما في البلدين.
ولم يعلن الرئيس المنتخب جو بايدن حتى الآن استراتيجيته بشأن الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان، وإن كان أعلن خلال حملته الانتخابية تأييده الحفاظ على قوة عسكرية صغيرة تكون مهمتها الأساسية تدريب ومكافحة الإرهاب. يقول القادة العسكريون في البنتاغون إن مصير القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان والصومال يتوقف على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، ومع هذا يؤكدون أنهم يتابعون تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب حتى انتهاء ولايته في 20 يناير الجاري. من البنتاغون وفاء إشباعي، الحرة. نتابع الموضوع بشكل معمق مع ضيفنا من بيروت خبير الشؤون الأمريكية عماد سلامة. مرحبا بك معنا أستاذ عماد. يعني كما ذكر التقرير، الرئيس المنتخب جو بايدن لم يعلن موقفه تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك أفغانستان، لكن هنالك تحفظ على وجود قوات عسكرية أمريكية تحافظ على مكافحة الإرهاب وكذلك التدريبات. ماذا يعني ذلك؟ يعني هل تغير أمريكا من سياستها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط؟ نعم، أكيد نحن في خضم تغير استراتيجي إذا صح التعبير في الإدارة الأمريكية، وانتقالها من نهج التي أرساه ترامب إلى نهج جديد، أو إعادة نهج على الأقل سياسة أوباما في السياسة الخارجية. نحن نلحظ أن كل التسميات للإدارة الجديدة التي وضعها الرئيس المنتخب بايدن هي إعادة لصياغة أو إعادة الطقم القديم الذي كان موجود أيام أوباما. وهذا النهج الجديد الذي يرسيه، وخاصة مثلا من تسمية أنتوني بلينكين كمسؤول عن أو وزير للخارجية الأمريكية، يختلف إلى حد ما عن بومبيو اليوم في توجهاته الخارجية. لنقول أن هناك تشابه وهناك اختلاف. أوجه التشابه هي أن كلا الإدارتين يهمهما الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية وموضوعها الاستراتيجي العسكري، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ولا أعتقد أن الفريقين يختلفان في تحديد الأخطار التي تواجه الإدارة الأمريكية. أستاذ عماد، يعني لو صغرنا الصورة أكثر، يعني نحن نتحدث عن قرب موعد سحب القوات الأمريكية من الصومال بالتحديد، يعني هذا القرار أثار تخوف وقلق لدى البعض، يعني ما دوافع هذا القلق حسب رأيك؟ يعني هناك قلق أنه يصبح هناك فراغ، وأن يعطي هذا دفع جديد للمتشددين الإسلاميين في الصومال وفي مناطق أفريقيا وأفغانستان وغيرها، يعني أن يكون هناك انسحاب وإعادة تموضع أمريكي، بحيث أن يكون ذلك بدفع جديد للقوى الإسلامية المتطرفة من قلب الطاولة. لذلك هذا التخوف حقيقي وموجود، وخاصة أن هذه القوى المتشددة والمتطرفة، القاعدة والشباب في الصومال، هي قوى مسيطرة على مناطق كبيرة من الصومال، ولديها القدرة على القيام بعمليات عسكرية أساسية وكبيرة، وممكن أن تأخذ السلطة. لذلك هناك خوف، ولكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عن جديد إعادة استراتيجياتها، بحيث أن لا يكون لها وجود عسكري مباشر، وهذا لا يعني أنها لن تقوم بدور في دعم الحلفاء الموجودين، إن كانت الحكومة الصومالية أو في أستاذ عماد الجيش الصومالي. يعني نستوقف حديثنا مؤقتا لمتابعة أبرز التساؤلات حيال سحب القوات الأمريكية من الصومال مع رؤى، ومن ثم نكمل ما تبقى من هذا الحديث. صحيح لين، يعني بالتزامن مع اقتراب موعد سحب القوات الأمريكية
الأمريكية المتواجدة في الصومال، هناك تساؤلات كثيرة حول من سيتولى مهام تلك القوات وأيضا يقوم بدورها حتى لا يحدث فراغ في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة وأيضا الحرب الدائرة ما بين الحكومة وحركة الشباب. الخوف الأكبر من هذه الخطوة وفق مراقبين يتمثل في استعادة حركة الشباب لنشاطها وأيضا اتساعها من جديد، وبطبيعة الحال سيطرتها على مدن وعلى مناطق جديدة وتنفيذ عمليات في العمق، نظرا لدور القوات الأمريكية البارزة في دحر الإرهابيين. بعد العراق وأفغانستان يستمر تراجع التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي هذا بالتزامن مع انسحاب جديد للقوات الأمريكية من الصومال في 15 من يناير، والتواجد القوات الأمريكية في الصومال بخمس مناطق وهي مدينة غالكايو، كاسمايو ومقدشيو، وقاعدة باري دوغلي، ومدينة بوساسو شمال شرق البلاد منذ العام 2007، ويصل عددها ما بين 700 و800 جندي يساعدون الجيش الصومالي في التدريبات وعمليات ميدانية. هذه الانسحابات المتتالية أثارت قلقاً بين مسؤولين أمريكيين وحلفاء لواشنطن في الخارج، فالقوات الموجودة بالصومال تمثل حجر الزاوية في جهود البنتاغون العالمية لمحاربة حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة والتي تنشط بشكل كبير في منطقة القرن الإفريقي. ويمثل هذا القرار تحدياً لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مع استمرار نشاط حركة الشباب والتي تؤرق مصالح واشنطن في المنطقة. قرار الانسحاب في هذا التوقيت يشكل أيضاً تهديداً للوضع الأمني في الصومال في ظل الأجواء المتوترة التي تعيشها الصومال على خلفية النزاعات القبلية الداخلية والانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إقامتها في الأشهر القادمة. على الجانب الآخر يأتي هذا الانسحاب في وقت توتر الأجواء واندلاع الحرب في إثيوبيا وهي مساهم رئيسي في قوات حفظ السلام، فهل سيمثل هذا الانسحاب خطرا على الصومال والمنطقة؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال. نستكمل حديثنا معك أستاذ عماد، يعني كما ذكر التقرير، يعني هل انسحاب القوات الأمريكية سيشكل خطر على الصومال؟ يعني كما ذكر أنه هي حجر الأساس لمكافحة الإرهاب وبالتحديد مكافحة حركة الشباب الإرهابية، لكن السؤال هنا ما هي الخطط الصومالية الموجودة من قبل الحكومة لتفادي تداعيات الانسحاب الأمريكي؟ يعني وهل سيحدث هناك أي فراغ أمني؟ نعم أكيد هناك مخاطر كبيرة من خلال هذا الانسحاب، ولكن أنا أعتقد أن الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الإدارة الأمريكية وطريقة تفكيرها التي هي مشابهة لطريقة تفكير حكومة أوباما تعتمد على ما نسميه multilateralism أو التعددية الدبلوماسية في تعاطيها مع الملفات الأمنية والسياسية الشائكة وخاصة في المناطق الملتهبة كالصومال والشرق الأوسط. هذا يعني أنها ستعتمد على بناء تحالفات استراتيجية خاصة على الاتحاد الأفريقي مثلا في أفريقيا والتعامل مع الأمور الأمنية. يعني أستاذ عماد، هل ترى أنه الحكومة الصومالية قادرة على مواجهة الإرهاب من قبل حركة الشباب؟ بالطبع لا، ليست وحيدة، ولذلك هناك ضرورة لدعم هذه الحكومة. ولكن كيف تدعم هذه الحكومة؟ هل تدعم من خلال التواجد العسكري الأمريكي والتفرد للولايات المتحدة الأمريكية في دعم الحكومة الصومالية، أم من خلال دعم متعدد الجهات وخاصة من خلال الاتحاد الأفريقي أو دول الجوار التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هذا الدعم يجب أن يكون عسكريا أم يجب أن يكون اقتصاديا وسياسيا؟ لذلك أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة لها نهج مختلف عن إدارة ترامب، ليس فقط من خلال الانسحاب العسكري أو المواجهة العسكرية، بل من خلال نهج شامل ومتكامل بحيث أنها تعتمد على الحلفاء وتعتمد على دعم الحكومة الصومالية من خلال برنامج
برنامج متكامل اقتصادي وسياسي، ومن خلال دور بارز للحلفاء وخاصة الاتحاد الإفريقي. هذا نهج مختلف عن إدارة ترامب التي كانت في تعاملها مع الدول المختلفة تقوم على أساس التعامل الفردي، يعني الولايات المتحدة. طب أستاذ عماد، يعني الدولة المعنية، هذا التعامل الفردي من قبل دول الجوار لربما يعتقد البعض أنه غير قادرين على تقديم أي شيء للحكومة الصومالية في ظل وجود خلافات عديدة في دول الجوار. يعني ما هو الحل حسب رأيك؟ هل يعود بايدن في استراتيجيته الجديدة لإعادة القوات الأمريكية، أم أن هناك حلول سياسية مختلفة؟ أكيد يعني هناك خطط دفاعية وعسكرية تقوم فيها. نحن اليوم نشهد تنصيب وزير دفاع جديد هو ليلويد أوستن، وهو أفريقي أمريكي، كما نشهد تنصيب ليندا ثامس غرينفيلد اللي هي أيضا لمنصب وزيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، وهي أيضا أفريقية أمريكية ومهتمة بالشؤون الأفريقية. أنا أعتقد أن هذين الاثنين سيكون لهما دور كبير في إدارة بايدن باهتمام إعادة اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفريقيا والشؤون الأفريقية ومعاملية مواجهة القوى الإسلامية أو المتطرفة أو المتعددة الأخرى أيضا، وبالتالي دعم الحكومة الصومالية. لدينا وزير خارجية أنتوني بلينكن الذي كان لعب دور أساسي في حكومة أوباما في ليبيا وفي سوريا، يعني بالفعل أستاذ عماد توجه الولايات المتحدة العسكري. فلذلك يعني نحن ممكن أن نرى دور أكثر في هذه الإدارة الجديدة في المواجهة. سنرى أستاذ عماد إن كان هنالك أي تغيير خاصة مع قرب هذا الموعد. نشكر وجودك معنا من بيروت خبير الشؤون الأمريكية عماد سلامة. مشاهدينا، بعد قليل نتابع الحكومة العراقية تمرر لمجلس النواب مشروع الموازنة المالية لسنة 2021 والمناطق المحررة الضحية الأكبر. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يستمر البرلمان العراقي في مناقشة موازنة 2021 والتي تجاوزت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبا 103 مليار دولار، في حين تبلغ نسبة العجز في الموازنة إلى نحو 48 مليار دولار، بما يعادل 46% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق. كذلك يعني الأكبر عربيا بعد موازنة السعودية، إذ أثارت الجدل بين أوساط النواب الذين اعترضوا عليها باعتبارها عنوانا للفشل الحكومي في ترشيد النفقات العامة باعتبارها الأكبر من ناحية النفقات والأقل من ناحية الإيرادات وتحصيل الأرباح. بالإضافة إلى ذلك تتصاعد الخلافات حول مشروع قانون الموازنة للعام الحالي الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، ورأى النواب أن الأرقام الواردة في الموازنة مبالغ فيها، مطالبين بإجراءات تعديل عليها. هذا يجب أن نتفائل. موازنة 2021 جدل فرضته الأرقام الواردة في المشروع، فجاءت مختلفة عن موازنة 2019. تقرير اللجنة المالية النيابية قارن بين مشروعي السنتين، فخلص إلى وجود ارتفاع في إجمالي النفقات بنسبة 23% وارتفاع في عدد الموظفين، كما أشار اعتماد بناء الموازنة على النفط والتوسع في حجم النفقات الجارية ولجوء الحكومة لبيع موجودات وممتلكات عادا إياه، مؤشرا عن حراجة الوضع المالي للدولة. بلغت تقديرات الإيرادات الفعلية لعام 2019 105 تريليون، بينما تبلغ تقديرات 2021 93 تريليون. ثانيا، بلغ الإنفاق الفعلي لموازنة 2019 111 تريليون دينار، تقريبا
بينما تقترح موازنة عام 2021 إنفاقا بمبلغ 164 تريليون، وكميات النفط المصدرة في عام 2019 كانت بمعدل 3,800,000 برميل يوميا، وبمعدل سعر تخميني يبلغ 46 دولار، بينما موازنة عام 2021 فإن كميات النفط تنخفض إلى 3 مليون، إضافة إلى 250,000 برميل تمثل ما يصدره إقليم كردستان. الحكومة وجدت نفسها في موقع المدافع عن القانون عبر بيان أصدرته وزارة المالية، لكنها لم تغلق باب النقاش حوله. هناك يعني خبراء في مسائل الموازنة والاقتصاد ربما سيقترحون علينا أشياء جديدة نتقبلها نناقشها، فلندع الأمر حتى تأتي الموازنة وتأتي ملاحظات مجلس النواب، وبالتأكيد ستخضع للمناقشة. نحن منفتحون على أي نقاش يحاول أن يصلح بلدنا من الناحية الاقتصادية. الاعتراضات والتباين في الآراء لم تكن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل أيضا بين نواب محافظات يرون بأن مدنهم لم تنصف، فبرزت أول الاعتراضات من البصرة بنوابها 25 الذين رأوا أن أقليم كردستان يحصل على 10 أضعاف ما تم تخصيصه لمحافظتهم، مطالبين بتعديل هذه النسب المالية. سرمد القاص، الحرة. تعد موازنة العراق الإصلاحية لسنة 2021 ثاني أكبر موازنة عربيا، ولكنها تثير الجدل والخلافات بين النواب والحكومة. أبرز التحفظات على الموازنة أنها وبالرغم من ضخامتها فإنها تعتمد على استقطاع رواتب الموظفين بنسب متفاوتة. أكدت أنها ستبقى تعتمد على تخفيض سعر صرف الدينار العراقي بنسبة تصل إلى 23%، وهو ما يهدد القدرة الشرائية للناس. إلى جانب هذه الخلافات حول فرض ضرائب الدخل، تمثل حصة إقليم كردستان من الموازنة أحد أبرز نقاط الجدل بين الكتل السياسية. يطالب عدد من نواب الكتل الشيعية بإلزام إقليم كردستان بتسليم كل نفطه إلى بغداد، في حين ينص مشروع القانون على إرسال 250 ألف برميل فقط. كل ذلك إلى جانب نسبة العجز التي تقارب 50%، وهو ما يهدد تطبيق الموازنة على أرض الواقع. كما أثار ضعف المخصصات المالية المفروضة للمحافظات انتقادا كبيرا، وخاصة في المناطق التي دمرت خلال الحرب ضد داعش. بعيدا عن التفاصيل المالية، انتقد رئيس لجنة المهجرين البرلمانية افتقار الموازنة لبنود تنص على إعادة المهجرين لمناطقهم. وفي ذات السياق انتقد مرصد آفاق الحقوقي عدم شمول الموازنة بنودا حول إعادة إعمار المناطق المحررة، رغم أنها تشكل قرابة النصف من مساحة العراق. هناك نقاط خلاف كثيرة حول موازنة العراق الجديدة ل 2021، وحتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم معنا من بغداد المحلل والخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي. أهلا وسهلا بك سيد عبد المحسن. عبد الحسن، يعني إذن موازنة تعتبر هي الأضخم وأيضا العجز هو الأكبر، سريعا كيف تقرأ هذا المشروع؟ والله احنا من اول قلنا انه هي موازنة متضخمة، موازنة كبيرة على الورق، ولكن في واقع الحال هي غير هذه، لأن البلد يمر بأزمة اقتصادية خانقة، وكان المفروض تكون هناك موازنة مرشقة وداعمة للاقتصاد العراقي وداعمة ومقللة من النفقات وداعمة للمشاريع الاقتصادية الحقيقية في البلد. الآن هذه الموازنة هي موازنة خدمات أكثر ما هي موازنة إصلاحية. مثل ما قالوا، احنا مع الإصلاح، مع ورقة الإصلاح، مع التطور، لكن أين الإصلاح؟ الإصلاح يجب أن يكون ضمن هذه الموازنة. قلة النفقات، يعني أفهم من كلامك أستاذ عبد الحسن يعني أنه النواب يعترضون على كون الموازنة هي عبارة عن أرقام ضخمة مجردة على الورق ولا يمكن تطبيقها في أرض الواقع. طبعا هذا بحسب ما يراه النواب. يعني برأيك ما هي العيوب الأخرى الموجودة في هذه الموازنة؟
والله طبعا الموازنة هي فعلا ضخمة على الورق، لكن تحقيقها كلش صعب، وبعدين الهدر بها كلش كبير. احنا نشوف في وجهة نظرنا يجب أن يكون هناك ضغط على الموازنة لغرض تفعيلها وتدويرها إلى عملية إنتاجية وليست عملية خدمات. إحنا الآن الموازنة تمر مراحل رغم ضخامتها إلا أنها هي موازنة خدمات. إحنا نريد موازنة إنتاجية تدعم القطاع الصناعي، تدعم القطاع الزراعي، تدعم القطاع الخاص اللي أصلاً ما ورد دوره بهذه الموازنة أو في اتجاه الدولة بتطويره، وهو الفاعل الحقيقي في العملية الاقتصادية لبناء البلد، خصوصا والبلد يمر بأزمة مالية. بعدين تقليل نفقات الاستيراد الضخمة اللي الآن يستوردها البلد، هذه لازم تحدد، وبناء مشاريع حقيقية لبناء البلد، يعني مشاريع استثمارية سريعة حتى يعني تحقق إيراد. عبد الحسن، بالحديث عن الضائقة الاقتصادية، هذا اللي أبغى أركز عليه، يعني نفط كردستان من أبرز نقاط الخلافية ما بين طبعا المنطقتين، يعني في حال راضخ الإقليم وسلم كل نفطه لبغداد، هل بهذه الطريقة أو بهذا الحل راح تنتهي أزمة العراق المالية؟ لا ما تنحل أزمة العراق المالية بنفط إقليم كردستان. وطبعا إقليم كردستان ما راح تحل المشكلة بالطريقة اللي نصورها والطريقة السلسة، لأنه هناك مخلفات 17 سنة تراكمت وحثت بها مشاكل وعدم تصفية الحسابات المتداخلة بين إدارة الإقليم وإدارة الدولة، هذه المفروض ما كانت تكون، وهذه سببها الفساد المالي والاقتصادي اللي دخل في هذه المرحلة. الآن يراد عقد جديد وبناء جديد للإقليم والحكومة المركزية، ويعني تقبل وجهة نظر الطرفين وبقناعة وبحسن نية عن حتى تقدر تصفي هاي المشكلة وتحل مشكلة الإقليم وبغداد. مشاكل تعقدت يعني بالأيام الأخيرة، لكن ممكن حلها لو اتجهت الدولة والإقليم لحل المشكلة. طيب، واحدة من نقاط الخلاف الموجودة في هذه الموازنة أو مشروع الموازنة، رغم أن قيمة تتجاوز 100 مليار دولار، إلا أنها تعتمد على فرض الضرائب، وأيضا تواصل خفض سعر صرف العملة مقابل الدولار. يعني برأيك أليس هذه ضريبتين في ضريبة واحدة؟ الحقيقة هي هذه ضريبة مركبة. يعني الآن المواطن يدفع الضريبة الاحتيادية، وازدادت الضرائب الاحتيادية عليه يتحمل مسؤولية، وبنفس الوقت يدفعها مرة ثانية بالتسوق، بالاستيراد، أقول بالعمل بعمل اليومي، بصرف اليومي. يعني صارت ضريبة مركبة على المواطن، يعني ضريبتين الآن المواطن يدفع. هذه مو صحيح، يعني المواطن يجب أن يدفع ضريبة واحدة وتستمر العملية. يعني واحدة من النقاط المهمة أيضا هو موضوع تجاهل المهجرين، يعني برأيك طبعا المهاجرين وعودتهم إلى مناطقهم في الأساس، لماذا يتم إهمال هذه القضية تحديدا؟ والله طبعا هذه عملية ما أعرف، يعني عملية إهمال أو عملية سياسية. يعني الناس المهجرين المفروض الدولة رخصت لهم مبالغ وفي ذاك الوقت وهيئت لهم أمور للعودة إلى مدنهم، لكن أهملت هذا الموضوع، وهذا المفروض ما أهمل، لأنه هذه مسألة تخص مجموعة من المواطنين العراقيين، يجب أن الدولة تهتم بهم وتثبتها ضمن برامجها الرئيسية، الحكومة تثبتها ضمن برامجها الرئيسية، وخصوصا المسؤولين في تلك المناطق يجب أن يتابعون لحظة بلحظة دورهم بإعادة هؤلاء الناس وتوطينهم بشكل صحيح حتى يستقر البلد وتمشي العملية التنموية بشكل صحيح. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار المحلل والخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي، شكرا جزيلا لك. تحول منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة حكومية في سبتمبر الماضي قبل مرور عام على إطلاق المنتدى الذي ولدت فكرته عام 2019 ليضم 7 دول كأعضاء مؤسسين، وأيضا انضم إليهما دول أخرى بصفة مراقبين، وتسعى مصر كدولة مؤسسة إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة. نتابع.
قبل عامين بدأت فكرة تأسيس منظمة تجمع دول شرق المتوسط للاستفادة من موارد الغاز الطبيعي، وبعدها بعام أعلن وزراء الطاقة في مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين إنشاء المنتدى، ليتحول في سبتمبر الماضي إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة. المنتدى بيهدف لتجميع منتجي ومستهلكين البترول والطاقة والغاز في البحر المتوسط، الدول المحيطة بالبحر المتوسط. ده أهم هدف من أهداف المنتدى، ولكن الهدف الأعمق هو تحويل الغاز المسال، الغاز الطبيعي إلى مسال عن طريق مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط، وإعادة تصديرهم مرة أخرى للدول المحيطة. تقدر احتياطيات الغاز في منطقة شرق المتوسط بنحو 122 تريليون قدم مكعب، ويعتقد خبراء أن بناء هذه المنظمة جاء بتنازلات قدمتها الدول المشاركة لتحقيق الاستفادة من مواردها. ليست مصر وحدها التي حققت فوائد من تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وربما تكون هي الدولة الوحيدة التي قدمت الكثير لإنجاح هذا النموذج من التعاون الإقليمي. الحقيقة أصبحت مصر مركز إقليمي للطاقة، اكتسبت من خلاله ثقل سياسي ودعم الحقيقة من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا يمكن من خلال المنتدى توفير وتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، وإمكانية عمل قيمة مضافة للغاز الذي يمر عبر الأراضي طبعا المصرية من خلال إنشاء العديد من صناعات البتروكيماويات. وانضم إلى عضوية المنظمة دول أخرى بصفة مراقب كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ومؤخرا تم الإعلان عن انضمام الإمارات العربية المتحدة. حققت مصر وفقا لخبراء مكاسب سياسية واقتصادية من وراء مشاركتها في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، خاصة مع تحوله إلى منظمة حكومية. وتسعى مصر من خلال هذه المنظمة إلى تنظيم عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وفتح أسواق أوروبية لتصدير الغاز والاستثمار فيه. أحمد حسين، الحرة، القاهرة. في خطوة هامة نحو استعادة العلاقات المصرية القطرية الاقتصادية منها على وجه الخصوص وبعد أيام من المصالحة الخليجية، ذكرت مصادر صحفية بأن اجتماعا سيحصل خلال الأسابيع المقبلة بين مسؤولين ودبلوماسيين وأمنيين قطريين ومصريين. رؤى، وبعد أن فتحت القاهرة الأجواء أمام الطيران القطري تفعيلا لبيان قمة العلا، ستستأنف عدة مشاريع اقتصادية قطرية في البلاد خلال الفترة المقبلة بعد أن حصلت على الموافقات لاستكمالها بعد تجميدها بفعل العلاقات المتوترة والاتهامات المتبادلة واختلاف الرؤى السياسية بين البلدين. انفراجة جديدة ومرحلة مختلفة من التعاون المشترك تشهدها مصر وقطر بعد أكثر من 3 سنوات من التوتر والقطيعة. والآن وبعد تفعيل المصالحة تعود عجلة الاستثمارات الاقتصادية بين البلدين. ها هي القاهرة تفتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران القطرية وتستقبل أولى رحلاتها لمطار القاهرة اليوم. ومن أهم المشاريع التي ستستأنف على الفور افتتاح فندق سانت ريجيس بكورنيش النيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، وتحتل قطر المركز 9 بين الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر ب 138 مليون دولار وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات في قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو 80% من إجمالي استثماراتهم في البلاد. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أبرز القطاعات الاستثمارية المقترحة ما بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، وهما الاستثمار في المنشآت السياحية في المدن الساحلية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع التعديني
وهو ما يبشر بانتعاش اقتصادي بالرغم من نقاط الخلاف التي ما زالت عالقة بين البلدين. معنا من القاهرة المحلل الاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم، مرحبا بك معنا دكتور عبر برنامج اليوم. نبدأ معك بالاجتماع المرتقب بين مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين قطريين ومصريين، متى سيتم ذلك وما الذي يتم حمله من أجندة؟ صباح الخير. في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. مؤكد أنه العلاقات فيما بين الشعبين المصري والقطري الحقيقة علاقات ممتدة عبر التاريخ. مؤكد أيضا أنه هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر السياسية حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية. أتصور أنه الأجواء في الوقت الحالي والحقيقة بمساندة قوية من جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الحقيقة أتصور أنه هذه المساندة هي اللي بتسعى لتقريب وجهات النظر فيما بين الجانبين. لكن خلينا نؤكد على حقيقة هامة، حتى على الرغم من الاختلافات البينة في المواقف السياسية فيما بين مصر وقطر، إلا أنه القاعدة الأساسية اللي بتنطلق منها مصر خلال السنوات الماضية هو فصل الشق الاقتصادي عن الشق السياسي. صحيح في خلاف سياسي وكان واضح خلال السنوات الماضية، لكن الحقيقة دايما الدولة المصرية الحكومة المصرية كانت بتسعى أنها تفصل فيما بين الجانبين. ما يتعلق بالاجتماع المرتقب أتصور أنه سوف يحدث خلال أسابيع معدودة، لكن الأمر مرهون بالاتفاق على أجندة والبنود المطروحة على جدول الأعمال، لأنه الحقيقة مش مهم أنه يحدث هذا الاجتماع بقدر ما الأكثر أهمية أنه هذا الاجتماع ينجح ويكون بداية أو فاتح الطريق لعودة علاقات سياسية جيدة، خاصة أنه كلا الدولتين بيسعوا أنه يكون في هناك علاقات جيدة مش بس على المستوى الاقتصادي لكن كمان على المستوى السياسي. التنسيق فيما بين الجانبين بالتأكيد أمر هام للغاية لأنه هيفيد كافة قضايا منطقة. طيب دكتور، هل هناك مشاكل ما زالت معلقة؟ وما هي هذه المشاكل ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلدين؟ نؤكد على أنه اتجاه الحكومة والدولة المصرية للفصل العلاقات الاقتصادية عن العلاقات السياسية كان أمر مهم، وتصور أنه إذا كان هناك مشاكل على المستوى الاقتصادي فيما يتعلق بالاستثمارات القائمة لم يكن هذه المشاكل نتاج موقف سياسي، يمكن هو كان في بعض الظروف على المستوى الاقتصادي. وبالمناسبة ده بيحدث مش بس مع قطر، بيحدث مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات، مع الإنجليز، مع الأمريكان. الحقيقة دائما سمارت بيعترضوا بعض المشاكل والعقبات، ودايما الرسالة الواضحة اللي بتنتهجها الحكومة المصرية أنها بتسعى جاهدة لتحسين مناخ السمارت، تسعى لإزالة كافة الخلافات أو النزاعات القائمة سواء كان مع الحكومة أو فيما بين الأطراف المساهمة داخل أي مشروع. مؤكد أنه مصر في الوقت الحالي بتسعى لجذب استثمارات كبيرة من مختلف دول العالم. مؤكد الاستثمارات القطرية بتحظى باهتمام كبير من جانب مصر، لأنه مصر مؤكد بتسعى لجذب الاستثمارات العربية لأنه هيظل لها الأولوية الأولى. بالحديث عن الاستثمارات، يعني كما تبعنا في التقرير السابق أنه هناك استثمارات سياحية اقتصادية وغيرها ستعقد بين البلدين، لكن ما هي أبرز أجندات هذه المشاريع؟ هو يمكن زي ما حضرتك اشرت في المقدمه والتقرير انه يمكن الاستثمارات القطريه متنوعه، لكن مؤكد انه قطاع الخدمات، قطاع التمويل كان بيحظى الحقيقه بنصيب كبير، لكن اتصور انه التوجه في الفتره الحاليه والقادمه هيكون على القطاع السياحي. صحيح الظروف الحاليه على المستوى العالمي لا تساند كثيرا قطاع السياحه بحكم تقريبا الازمه العنيفه بسبب جائحه كورونا وحركه السياحه اللي هي ضربت في مقتل بسبب هذه الجائحه، لكن أتصور أنه هذا هو توقيت جيد أمثل، لأنه حينما يتعافى المجتمع الدولي من الجائحة أتصور أنه الحركة السياحية سوف تعود وبقوة، وبالتالي أتصور أنه التوجه نحو المشروعات السياحية هيكون له أولوية كبيرة. كمان الحقيقة إحنا محتاجين على في مصر محتاجين استثمارات كبيرة في قطاع الصناعة، أتصور أنه كمان قطاع التعدين، وبالتالي الاستثمارات القطرية مؤكد مرحب بها بشكل كبير للغاية في كافة مجالات الاستثمار، لكن مؤكد أنه هيكون قطاع الصناعة، قطاع التعدين، وقطاع السياحة هيحظوا بنصيب كبير خلال الفترة القادمة. نعم دكتور، أيضا اليوم ستهبط أول طائرة قطرية في مطار القاهرة أو في مصر، يعني بعد المقاطعة الطويلة التي طبعا دامت تقريبا إلى 4 سنوات أو أكثر تقريبا. كيف يعني سيؤثر إيجابيا اقتصاديا يعني عودة تسيير الرحلات ما بين البلدين؟
هو مؤكد كما اشرت انه مصر كانت بتسعى لفصل التوتر السياسي عن العلاقات الاقتصاديه، لكن مؤكد نتاج المواقف السياسيه بما فيها الحقيقه توقف حركه الطيران والحقيقه القيود اللي كانت مفروضه على الحركه فيما بين الجانبين، مش بس الحقيقه فيما بين مصر وقطر، لكن كمان فيما بين قطر والسعوديه والامارات والبحرين. اتصور انه هذه القيود اثرت بشكل كبير على تدفق الاسمار، على حركه العماله فيما بين الجانبين، على حركه التبادل التجاري. مؤكد انه عوده حركه الطيران مؤشر جيد على انه يمكن ان تزال كافه العقبات اللي كانت بتقف حائل امام زياده او تدفق الاستثمارات او حركه التبادل التجاري فيما بين مصر وقطر. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا المحلل الاقتصادي الدكتور هشام ابراهيم، شكرا جزيلا لك. في يوم 15 من يناير، في هذا اليوم بالتحديد هو يصادف من كل عام يوم ويكيبيديا، المنصة العالمية التي تضم مساهمين من مختلف البلدان ومن بينها البلدان العربية، بمعنى يمكن أن ندخل إليها ونضع رأينا، توجهنا السياسي أو حتى الديني أو العرقي دون أي ضوابط. ولكن يبقى السؤال يا لين اللي دائما يطرح نفسه، ما مدى جودة موسوعة يقوم بتحريرها 141 ألف عضو ونشط يمثلون النصف تقريبا من 100 من مجموعة محرريها؟ طبعا لا شك أن ويكيبيديا هي حوت معرفي في عصرنا الرقمي. صحيح، إلا أنه دراسة شهيرة جرت عام 2005 كشفت مفاجأة صادمة، وهي أن عدد الأخطاء في مقالات موسوعة ويكيبيديا الحرة مقارنة مع الموسوعة البريطانية المحترفة المعروفة بإنسيكلوبيديا متساوية تقريبا. دعونا نتعرف بشكل أوسع على منصة ويكيبيديا لاسيما العربية منها. من من الجيل الرقمي الحالي لم يسمع بكلمة ويكيبيديا؟ هي موسوعة رقمية شهيرة جدا، مشتقة من ويكي وتعني بلغة هاواي بالغ السرعة، وبيديا المشتقة من إنسيكلوبيديا، وهي متعددة اللغات مبنية على الويب ذات المحتوى الحر، تشغلها المنظمة غير الربحية ويكيميديا. ولكن ما هو تاريخ وقصة هذه الموسوعة التي انطلقت في العام 2001؟ منذ تأسيسها مرت بمراحل تعديلية كثيرة حتى نوفمبر 2019، حيث احتلت المركز 15 بين الويكيبيديات، وهو أفضل ترتيب في تاريخ الموسوعة. وقد انطلقت ويكيبيديا العربية في 9 يوليو 2003 وتحتل المركز 16 من حيث أضخم الويكيبيديات نسبة لعدد المقالات. أما عدد أعضائها المسجلين فيصل إلى حوالي 2 مليون عضو، منهم ما يفوق 7000 مستخدم نشط وما يفوق 38 ملفاً مرفوعاً. وتشير إحصاءات موقع ويكيبيديا العربية للعام 2018 إلى أن السعودية هي البلد الأول من حيث نسبة الزوار، ووصلت إلى 22.3، تليها مصر بحوالي 13%، ثم المغرب بحوالي 10%. ويكيبيديا يصدر حالياً ب313 لغة، واعتباراً من الشهر الجاري احتلت المراكز الأكبر بترتيب عدد المقالات ويكيبيديا الإنجليزية والفلبينية والسويدية والألمانية والفرنسية والهولندية. بعد أن تعرفنا على منصة ويكيبيديا العربية، فلنطلع على مدى موثوقية ودقة معلوماتها. في العام 2005 نشرت دراسة قارنت بين 42 موضوعا علميا من كل من موسوعتي ويكيبيديا الحرة والموسوعة البريطانية إنسيكلوبيديا المشهورة، فكانت النتائج مفاجئة، بحيث تم اكتشاف 162 خطأ في مجموع مقالات الموسوعة البريطانية مقابل 132 خطأ بالموسوعة الحرة، وهو ما يعني تقاربا شديدا بين الموسوعتين. لكن بالطبع رغم تتالي الإشارات حول ركاكة اللغة في الويكيبيديا مقارنة بالموسوعة البريطانية وسوء أسلوب عرضها، بدرجة أكبر أثار تقارب الأخطاء موجة واسعة من الجدل لا تزال تمتد حتى يومنا هذا. فمن المعروف أن أي شخص غير مختص بإمكانه أن يدخل إلى ويكيبيديا وأن يعدل في المقال الذي يريده، بينما
في الموسوعة البريطانية يكتبها 100 موظف بدوام كامل وأكثر من 4400 مساهم مختص، منهم حاصلون على جوائز نوبل ولا يسمح بالتعديلات العشوائية. في استقصاء أيضا قامت به جريدة الغارديان تبين أن ويكيبيديا صحيحة إلى حد بعيد في دقة وعمق المعلومات، ولكن مع مشاكل تتضمن فقر أو حتى تعقيد الأسلوب وضعف التوازن بإعطاء نقاط غير مهمة اهتماما بدرجة أكبر من غيرها. أيضا تبين أن هناك مشكلة واضحة تواجه بعض الموضوعات الجدلية كالتطور والتغير المناخي، وذلك من خلال التعديلات بمعدل ضخم يوميا مع الحذف والإضافة أحيانا، وهو ما يؤثر بوضوح على درجة استقرار المعلومات ودقتها في الموسوعة الحرة. يعني هو فعلا في فترة من فترات كان ويكيبيديا يعتبر المصدر الموثوق الأساسي أو المرجع نبغى نقول، ولكن في السنوات الأخيرة شفنا أنه بدأ يصير ركيك إلى حد ما. هو الأسهل. هو الأسهل وكنا نعتبره موثوق، ولكن حنعرف هل هو فعلا موثوق وكيف ممكن أصلا يحافظ على مصداقية معلوماته. إذن ينضم إلينا لمناقشة مدى موثوقية المعلومات ودقتها في منصة ويكيبيديا عميد العلاقات العامة والإعلام الدكتور محمد فراس النائب. أهلا وسهلا بك دكتور. خلينا نتكلم عن ويكيبيديا وسياستها في العمل، كيف تصل المعلومات إلى ويكيبيديا وكيف أصلا يتم تحديثها وما هي المعلومات المدرجة؟ ويكيبيديا الموسوعة الحرة، البوابة المعرفية الأكبر في التاريخ الإنساني. يمكن القول بأن تلك المعلومات تصل إلى ويكيبيديا عن طريق ما يدعى بالديمقراطية المعرفية، أحب أن أطلق عليها الفوضى الخلاقة في المعرفة، بمعنى أن ويكيبيديا تقول عن نفسها بأنها موسوعة ينتجها أو يقوم عليها ما يدعى بمجتمع ويكيبيديا الذي يضم المتطوعين من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تلك المعلومات يضعها مجتمع ويكيبيديا الذي يضم المتطوعين، وهنا تأتي الموثوقية التي تكلمت عنها حضرتك. أي أحد ممكن أنه يدخل على ويكيبيديا ويعمل التعديلات؟ يعني للأسف أنه في معلومات ربما تكون ركيكة فقيرة غير صحيحة لو نبغى نقول، أو أنها كمان تستعمل لتوجه ثاني. إذن السؤال، لما أحد يبغى يقوم يعمل هذه التعديلات أو يدخل على ويكيبيديا ويعملها، هل لازم يكون هو مسجل أو عضو في بيانات، أو حتى زائر ممكن أن يعمل بعض التعديلات على أي موضوع كان؟ نعم، هنا المعضلة الأخرى بأن حتى الزائر، حتى الشخص الذي لا يمتلك حساب على ويكيبيديا يستطيع أن يساهم في محتوى ويكيبيديا، وهنا نعود لنقول بأن ما أطلق عليه الفوضى الخلاقة في المعرفة كمقاربة على الفوضى الخلاقة في السياسة، بمعنى أن ويكيبيديا لا يمكن أن ننكر بأن الكثير منا يعامل المعلومات التي يجدها على ويكيبيديا وكأنها الحقيقة، ولكن بالمقابل هذا الأمر ليس بصحيح، وقد تكون اللاموثوقية التي نتكلم عنها تتأتى من اتجاهين. الاتجاه الأول، وهنا سوف نرفع سقف الكلام إلى نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة، يعني عندما نقول بأن البوابة المعرفية الأكبر لا نستطيع أن نقنع أحد بأنها خارج إطار اهتمامات الأمنية المعلوماتية ما بين هلالين، وبالتالي خاصة بأن جيمي ويلز وسانج هما أمريكيان وهما من وضعا تلك البوابة وجعلها بمتناول جميع أنحاء العالم، وبالتالي هذا الأمر يؤخذ بالاعتبار. الأمر الآخر، كما قلنا ديمقراطية المعرفة، إذا أردنا أن نأخذ بالمصطلح الذي يطلقونه على نفسه أو الفوضى الخلاقة، نقول بأن تلك المشاركة من الجميع بدون استثناء كما قلنا في تحرير تلك المعلومات ووضع تلك الاتجاهات قد لا تكون بالدقة الكافية، وخاصة بأن الديمقراطية تحمل الكثير من عدم الوعي، أو حتى أن لا يكون هؤلاء ذوي مستوى ثقافي جيد حتى يستطيعوا أن يقدموا معلومة، طلاب المدارس وطلاب الجامعات وحتى الأشخاص العاديين يعني على مستوى العالم يقومون بالنظر باتجاهها وكأنها الحقيقة. صحيح، ولا خلاف أنه ويكيبيديا لي قاعدة جماهيرية جدا كبيرة، يعني إذا كان في إمكانية أنهم يفعلوا الفوضى الخلاقة هذه ويجعلوا الجميع يشارك في المعلومات، لما لا يكون هناك مراقبة للمعلومات المستحدثة في بعض الصفحات مثلا؟
كما قلت بأن الأساس الذي قامت عليه ويكيبيديا هو ما يدعى بمجتمع ويكي أو مجتمع ويكيبيديا، والذي يقول بأنه كل شخص يستطيع أن يسهم في صناعة هذا المحتوى. هذه نقطة القوة التي يقدمها هذا الموقع أو تلك الموسوعة، وبالتالي لن يستطيعوا إلا أن يعيدوا النظر إذا أرادوا أن يعيدوا النظر في كيفية مساهمة هؤلاء، لأن مجتمع ويكيبيديا يمكن أن يضم الكثير كما قلنا من الزائرين والكثير من الأشخاص ذوي الحسابات الذين لا يمتلكون المعرفة الكافية حتى يتحققوا ويقدموا الحقيقة كما قلنا. طيب في المقابل دكتور، يعني إذا أنا شخص طبيعي أقدر أعمل أو أنشئ صفحة خاصة بي، يعني إذن هناك بعض الجهات اللي يكون لها أهداف لتوجه سياسي أو ديني عرقي بمختلف هذه التوجهات حتى بيأثروا على الرأي العام، لأنه إجمالا ويكيبيديا قدرت تحصل على ثقة كبيرة بين متابعينها. قولا واحدا بأن ويكيبيديا، وكما قلت منذ قليل بأنها ليست بعيدة عن ما يدعى بالأمنية المعلوماتية، يمكن من خلالها بدون شك أن يكون هناك تجيش للرأي العام أو هناك ما يدعى ببرمجة الشعوب. نحن نتكلم عندما نتكلم كنا عن السوشيال ميديا وكيف أن تلك الإمبراطورية ذات السلطة غير المحدودة أصبحت يمكن أن تؤثر على الشعوب وبرمج الشعوب، قد تكون ويكيبيديا أحد تلك الأدوات أيضا التي تمكن من تجيش الرأي العام باتجاه معين يراد من قبل ما يدعى بمجتمع ويكيبيديا، الذي يمكن أن يكون إلى حد ما تحت سيطرة أو تحت دفع أو حتى تأثير من قبل جهات معينة. فعلا يبدو لي أن الموضوع جدا خطير، لأنه أنا شخصيا من متابعين موقع ويكيبيديا وصفحة ويكيبيديا باستمرار. عموما أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار عميد العلاقات العامة والإعلام الدكتور محمد فراس النائب، شكرا جزيلا لك. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء، وأكيد لا تنسوا ترسلنا بأرائكم على مواقع البرنامج. في أمان الله.